FM. الكلمة ليك. هيدلاينز. صباح الفل، مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو تو 7.4 دراج على كابافيم، نقعد معكم حتى العشرة متاع صباح. صباح النور سفيان. صباح الخير تونس، صباح الخير الناس الكل، نهانيكم بالوامة، ردوا بالكم، ردوا بالكم في سنين في الكياسات. جوستومون. مالغري تو أزقة السياسة ديجا سافا با، ثم امبوتياج في أزقة النقابة على ما يبدو زادة، وفي العقول نتاع ياسر عباد، أما كمان ردوا بالكم الكياسات على خاطرها، نمشيو بحذر كبير جدا جدا، خاطر لو ثم 43 جمعة على بعضها. تبارك الله، يعني شهر خيرات. فبراير فولار تعدى فولار فات فيه الدنيا وكامل. فات فيه الدنيا، فوالا قد وقتاش وفاو يا مات فولار هذوما؟ لو 28. لو 28، دونك مازلنا خمس أيام وإحنا شابعين بالفولار. فولار وبلجيكا تحيانا وكهو، ومن بعد ندخلوا ربيع إن شاء الله ربي معنا كل. قداش تقعد إن شاء الله ربيع يا ربع فولار. قيلة صغيرة هي نتاع ثلاث أيام، قيلة تحيانا. طبعا نحكيو عليها في وقتها جستم مناطق فيها حكاية مزيانة على كل حكا ولا طبعا قال الاخر 28 فيفري يدخل الربيع حكا ولا وربيع يربع والبن قراس والبهي مضبع واللي عنده صبي يعطيها الترس بون على كل نبداو اولى اخبارنا. نقابه التعليم الثانوي تقرر مقاطعه امتحانات الاسبوع المغلق، هذا ما اكد البارح الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مولدي الجندوبي، اللي قال بانه الهيئه الاداريه للقطاع التعليم الثانوي قررت مواصله اجراء امتحانات الاسبوع المفتوح التي تنطلق اليوم حتى نهار السبت المقبل بصفه عاديه مع حجب الاساتذه الاعداد. وافاد الجندوبي بانه الهيئه الاداريه قررت مقاطعه الاساتذه المدارس الاعداديه والمعاهد الثانويه الاسبوع المغلق، وذلك من خلال اعداد الفروض دون اجرائها والقيام بتدريس التلاميذ بصفه عاديه بحسب جداول الاوقات المعتمده بالمؤسسه التربويه الى حين الوصول لاتفاق مع وزاره الاشراف لاجراء هذه الامتحانات. نفسروا اكثر، معناها اليوم تبدا لا سومين بخي بلوكي ولا سومين اوفيرت، كل واحد كيفاش يسميها، اليوم باش يعديوا معناها لي ماتيغ اللي هما ماهمش برانسيبال، معناها لي ماتيغ اللي يكونوا كيف ما التربيه مدنيه والتربيه اسلاميه وغيره باش يتعداوا، اما في سومين بلوكي اللي باش تبدا نهار الاثنين الجاي الاساتذه باش يكملوا يقريوا ومش باش يعديوا لي دوفوار تو سامبلومون. بون هو تو ثم اشكاليه كبيره، تعارك تاريخ جات في الاسم الكب. يعني بكل صراحه اولا الاساتذه عندهم الحق في الاضراب وعندهم الحق باش مع سلطه الاشراف يدخلوا في تجدولات وفي معناها بريفي نتاع غريف اذا كان لازم يقولوا، اما يلزمش التلامذه يكونوا في العرض، لانه اللي عندنا توا اللي قاعد يصير وانه التلامذه اللي هما في العرض. يعني انا شفت قبيل شفت العقوبي هذا ما شفتش منه بكل صراحه. ما شفتش منه، خلينا نقولها بكل صراحة، أنا شفت حبيب عاشور، شفت حسين القدون، شفت خالد الدين بوصلاح، وشفت الصالحي، وشفت علوش، وشفت بسباس، وشفت البكوش، وشفت عبيد البريكي، وشفت الترابلسي، وشفت الشندول، وشفت أنواع كل ما، أما هذا عمري ما يليق منه. بالحق، معناها يحكي على السنة الدراسية يقول نسكرها وقت اللي نحب. كاينها فون كوميرس في يده ولا حانوت مخزن وغيره. شوف تدخل في سلطه الاشراف في السيلاد كله، لكن فما السيرفيس مينيموم لازم نحكوا فيه، هذا الحدود الدنيا والتعليم اللي من المسائل نتاع شو باش يقول الواحد نتاع النظام العام، شو كيسيون دور بوبليك يعني الحصيده اونتر هي نتاع الامتحانات كما الحصيده نتاع القمح نتاع الشعير نتاع الزيتون نتاع التلميذ نتاع سي اون ريكولت دونك اون فو با بلون دي ليزيليف اون اونتاج. هذا ما ينفيش وانه سلطه الاشراف تتلم اذا كان ما جاوبتش النقابيين وزاد الاساتذه تضامن الكل معاهم، اما ما يجيوش التلامذه في العراض على خاطر وقفوش لي كور بارتيكولي وقفوش لي تول باغ نحكي بكل صراحه. لا وقفوش، من بعد يولي يقول لك نعمل دي كور بارتيكولي، يعني بكل صراحه النقابي ما ينجمش يمد سكينه للناس الاخرين باش يذبحوه. انا مدعى وانه موقف النقابه مش سليم اذا كان مشوا التلامذه هما ايفون ترانكي من الحكايه هما والاولياء. هذه غلطه كبيره ولا تغتفر ولو ثم ضرر كبير للعمل النقابي في حد ذاته باش يصير. وانا نحكي كنقابي لو ما زيدش عليه لا يعقوب لا غيره، انا مندي صغير نقابي ودمي ساح في ساحه محمد علي. صحيح. فهمتني دمي ساح مش واحد. هذا قابل الغدوة بعد غدوة ملتزم بالنقابة وندخل في إضرابات كان لزم كصحافي وغيره ودخلنا في إضرابات كنقابيين. قد نظر على انتماء للنقابة العامة للصحفيين ثم النقابة العامة للإعلام احنا منتمين. هذين تلحوا تساؤل كبير بكل صراحة. ايوه. حول جدوى وانه تولي التلامذة تستعملهم كوسيلة ضغط، زعما هما باش يضغطوا على الحكومة واحد. مش هذا. يعني امتحانات بتاع التلامذة حاجة والتربية شيء مقدس والتعليم شيء مقدس والإضرابات حاجة أخرى. تقول لي نعمل جريف دي نوت باغ اكزومبل نمشي معاك النجم. با
على ليميت فهمت على ليميت اما غريف دو دوفوار ولا غريف نتاع العلم ولا غيره تولي المساله اخرى تولي فيها بيع وشراء وتولي سمسره مش مقبوله دونك دو سو بوان دو فيو يا خويا يلزم بطاقه صفراء كان ما يلزمش حمراء سي يعقوبي ويتغشش ولا يتفلكش ابريتو شنو يعقوبي ما يتنقدش يعني ليس حكومه يتنقد ليس جمهوريه تنقد المعارضه تنقد شكون تنقدش هو كان قابي ما يتنقدش يتنقد هو اللي معاه دونك هنا انا نراو انه ما يلزمش نلعبوا به بالعصاب نتاع نتاع ولادنا نتاع لي بارونز مو بزاد لي بارون والعام هو مره قال انا قلت لك الفراز هذيك قد به قال العام عندي ابيض عندي ابيض عندي عام ابيض دو كيل دروا انت شكونك انت باش عندي عام ابيض قال لك عليك انت الحبيب عاشور وما ذلك شكونك انت ابخي تو تيجي نحكي خلينا في سلم الواقع يا سمع حاجات خطوط حمراء لا يمكن ان تتجاوز وكي يشوفوا النقابه كيفاش تخدم توا لافيل سيو في امريكا انفان ليك لافيل سيو ولا دي جي بي في المانيا يقول لك طيب كيف فما بعض الناس تبداو ينبوا شوفوا شو معناها العمل النقابي الحقيقي ليفيكتيف ريال انا نرى في هذه خيبوا الظن فهمتني خيبوا الظن بشكل كبير وانه باش توصل تصعد وتدخل مع لي ذراع مش مشكل لا وليت اليوم العمل النقابي فيها بلاي فيديو كلاس كانه اليوم زاد حتى النقد ما عادش نقبلوه خاطر معناها بيرسونيلمون البارح انا تشوكيت بوست في الباج نتاع فيسبوك نتاع لو جي تي تي رساله مفتوحه الى سيد رئيس الهيئه العليا المستقله للاعلام السمعي البصري وكافه اعضائها ويندوا بما اسموه انه تهجم على الاساتذه من قبل العربي المازني اللي هو كلنا نعرفوه سي ان اكتور سي ان كوميديان وعمل سكتش صغير في لاباس قامت الدنيا ولم تقعد شنو اليوم ما عادش نقبلوا النقد زاد حتى لو جي تي تي معناها اللي دافع على الحريات حياته كامله اليوم وقت اللي نمسوا الاساتذه ما عادش حتى حد يقبل النقد كيس كيس شفت التونسي ما يقبل النقد كان كيما صغير فهمت انا نرى انه النقد اي انسان يتنقد انا مش شفتوش العمل نتاع العرب المازني مش نظره مبدئيه اي انسان يتنقد ولا ديريجيون ولا ريفيرونس لازم تمس الناس الكل بس طبعا حتى مشكل اما زاد الايكا توا عاملين عبيثه بيخرفوا بها صحفيين ولا منجين لا الايكا راهي اداه نتاع تعديل اداه التعديل الداوي اداه التعديل تمد يدها الايكا عمري ما شفتها انا وقت اللي جاو لي سكادرون دلامور جاونا حتى البيروات هنا واحنا نخدموا ما جاونا لهنا وقالوا لنا باش نقتلكم بعثونا رسائل وعملوا وجاونا لديار وين الايكا وقتها ما ثماش ريحتها اما الايكا باش تقول سيف الله المسلول باش نهبط عليكم بيان سور سيف كاذب فهمت خلي يقول لك ماهوش سيف الله خالد سيف الله المسلول خالد بن الوليد خالد بن الوليد ولا ذو الفقار سيف من سيوف الاسلام المسلوله كانت وغيره اما كي باش تولي الكل تفكر عبد المنصور قال باش نعمل ايكا باش نمشيو نشكو بالصحفيين وتوا اللي يتكلموا يقول لك مشي الايكا هذه قلم اخر مي بور فينيل هذا يلزم الاتحاد العام تنسى الشغل يفهم وانه مش ممكن وانه المواطن اللي هو نقابي بالاساس يولي التلانك من الحكايه هذه ما ينجمش زابينا زياد الهادي برا مشى ينقد في المدرسه نتاعو معناها في عنده بنته تقرا في ايكول بيلوت وغيره مشى كان تشوف الحمله اللي صارت عليه وغيره قلت له نو قطع نظرته واش يقول ما يقولش ما كان ولي مشى قال له ستقوم بزياد الهاني وبيه وعليه وشفته من ناحيته احنا ما نجمناش ندخلوا في هذا وما نجمناش ندخلوا في الكوربوراتيزم اي تروا الفئويه يجب يفهموا الناس انه الفاشيه نتاع موسوليني طلعت بالفئويه بالكوربوراتيزم اونتخ اوتخ بالمعلمين الكوربوراتيزم مش عمل نقابي فهمت معناها عمل فئوي ضيق الافق ومبني على معناها ديزانتيري بارتيكولي وسوردين اليوم العمل النقابي زعما نرجعوا لي فوندامونتو نتاع العمل النقابي نتاع محمد علي الحامي اللي بطل الحلقه الوطنيه شوف شوف ايش قال لك طار حدين جاءنا محمد علي بالبدايه بافكار لا تتسع لها البلاد عمك بالقاسم القناوي الهادي نويل المسعدي الفاضل بن عاشور احمد بن صالح انا قلت لك اش كان موقف احمد بن صالح كان نقابي كيفاش كان الحبيب عاشور احمد التليلي هات نجبدوا قدور وغير نحكي على النقابه بور دو بون ما يجمش ينتيحوا زاد فسف وتولي اذا كان نقدك صحافي تولي هاك تشكي الايكا وغدوه تمشي تضرب ولا تعمل هذا مش معقول يعني العمل النقابي حاجه ومقدس ودستوري وحق دستوري لكن زاد ثم اشياء حتى كي تحطها في الدستور لازم تكون غلط اذا كانت تمارسها انت بطريقه اعتباطيه. مستقبل الاولاد معناها سامحني مستقبل الاولاد. ايه مستقبل الاولاد قبل قبل الحق الدستوري وقبل الحقوق الحق النقابي وقبل كل شيء خاطر اليوم يظهر لي مستقبل اولادنا ستون لينيو غوش وتذكر معناها مش اول مره نحكيه عليه برشا اساتذه يتغشوا اليوم احنا نساندوا الاساتذه فيما طلبهم الشرعيه ولكن زاد كيف ما يلزمناش كل مره نخليه العائلات اونغواسي انت تعرف انت ولي وتعرف انه المرة
المره الاخرى قلت لي ولادي قلقت منهم كل مره نقرا روح نقام في الدار مفروض يقراوا شدوا السكول نتاعهم يقراوا لارواحهم كونوا مستقبلهم قاعد يتفرش في فيلم ولا حاجه كي هكا خاطر الطفل حد يقعد خاطر ثم مناخ زاد ثم طقوس نتاع التعليم نتاع مراجعه ثم كذا وحتى في الدار ثم اوقات نتاع مراجعه نتاع الدار ماهيش مكتوب ماهيش ليسي ثم مذاكره ثم كذا وغيره دونك اليوم يلزمنا مسألة هذه نكشوها مش قطاع هذا برك انا ليه ولي باش ولي عندي القطاعات الاخرى توا عندي القطاعات الاخرى توا حتى نجي توا نجي نحكيو الحاضر منجي نحكيو على قطاعات اخرى قاعدين نخسروا منها ثم مشكله كبيره حتى في تصور العمل الجمعياتي والعمل النقابي والعمل النقدي وغيره دونك هنا انا نرى انه يلزمنا نعاودوا نرجعوا لكلكو فوندامونتو الفوندامونتو هما نتاع العمل المسؤول بيان سور النقابه والاضراب والضغط والبريافي نتاع الكريف حق دستوري صحيح وقانوني لكن كذلك نو با تروب اون ابيزي كما قالوا لا ليبرتي دو بري فور اوبريم كي تحس روحك في موقع قوه وتتكز كان على حريتك كانسان قوي تولي ضيم ونعطيو اخر ملاحظه فيما يتعلق باللي باشوليه نتاعنا سنين قولوا ماذا بينا اليوم كيف كيف اما يطيحوا لهم دي شابيتر سفيان والا يعملهم دي كور دو غاتراباج خاطر المفروض بانه الناس لو باشوليه يكون قاري 9 شهور سنين يظهر لي كان لحق على 5-6 شهور بوهبي صحيح ولا اكيد جدا اليوم مسبب مشكله كبيره نتاع التكوين واليوم خلي وانو نطرحوا التساؤلات نتاعنا فيما يخص لو سيرفيس مينيموم وجا نعملوا تشريعات ماشيه دون سونس ونشوفوا ما الغدوه يجيو يقولوا طب هكا هوا يخلي نسكروا سبيتالات كومبليتمون ويخلي يموتوا العباد في الاستاجير يعملوا ما يعملوا. يا توجور لا سيرفيس مينيموم كي يتحدد وثم مسائل ما تنجمش تقف مهما كان لكن هذا ما يفسدش مش زاد سلطه الاشراف ترتكز زاد على غضب الاساتذه والاكزاسبيراسيون تاعهم ولا غيره بس زاد هي تولي تقعد شغل لاي واحد والا يعملوا كما المره الاخرى يعملوا اتفاق ويصحوا زي النقل وقتها ومن بعد يتراجع لي قال شو قال لي ما عندناش اعتمادات كيفاش خذيتوا القرار هذاك وقت حكومه المهدي جمع واضراب النقل تتذكر وحتى اضرابات تولي عشوائيه احيانا ما عادش تتفاهم اكزاكتوم على كل ان شاء الله المساله هذه تنحل اليوم بين وزاره الاشراف وبين نقابه التعليم الثانوي بعد شويه نحكيو على زياره نجم الغرسلي وزياره كيف كيف سعيد العايدي لولايه القصرين وزياره الحبيب السيد قادني يتحركوا يظهر لي الوزراء الكوليكا لمطار تونس كارتاج الدولي في دقيقتين نحييو كل معلم وكل استاذ ونقولوا لهم احنا رانا عمرنا ما ننساو فضل الاساتذه معلمين ولكن مستقبل أولادنا قبل كل شيء. السبع دراج صباح الفل مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو نقضي معكم حتى العشرة متاع الصباح تحية لكم وين ما تكابتيونا داخل تونس وخارج تونس وميرسي بوكو على لي ميساج نتاعكم تنقراهم بعد شوية وفي غير مزيور نكملوا مع أخبارنا نجم الغرسلي في زيارة للقصرين وقريبا مجلس جهوي للأمن وتوصيات هامة للتنفيذ على الصارم هذا أبرز ما صار البارح خلال زيارة وزير الداخلية للوزارة للزيارة الميدانية اللي أداها لولاية القصرين محمد نجم الغرسلي قال من الغرض من الزيارة هذه هو الوقوف على النقائص اللي تعاني منها الوحدات الأمنية من حرس والشرطة في الجهة وبين الوزير الداخلية بأنه سيتم تنظيم مجلس جهوي للأمن تحت إشرافه بحضور قيادات أمنية وعسكرية لتدارس الوضع الراهن في ولاية القصرين. أنت خوتك سعيد العايدي زاد البارح هو مشايل وزير الصحة للقصرين وقال بأنه باش يتم تدعيم الإطار الطبي وشبه طبي في الولاية ككل. أما نحب نرجع لوزير الداخلية سيدي نوفقت كوالي قاعد يقول فيه بكل صراحة قاعد معناها تعلم توا علموها لبكري يلقن فيه سي محمد علي العلوي يقول وكاو توا الوزير سمعته يقول لا ثم تنسيق بين يا سيدي كانوا 12 المفرق هذاك نتاع بولعابة كانوا فيها 12 مه من بعد ولاو فيه نحاوها كومبليتمون مدة ومن بعد رجعت كانوا فيها 6 وزوز اترونجمون مشاو ولاو 4 واليوم توا هاو تشوف وسائل الاعلام تقول لك اللي ثم 13 شدوهم يتعاملوا منهم 3 بنات وحده تطلع للجبل تعمل في جهاد النكاح من غاديكا تطلع معناها للجماعه هذوما اللي في الجبل وين الاستعلامات؟ وين كلام المهدي جمعه اللي قال احنا عملنا 3 مناطق عسكريه يقودها امر للجيش فهمت؟ ان كوماندون دو لارمي ناسيونال وفيها بوليسيه وجيش وحرس ودي بريغاد مع بعضهم العمليه نتاع بولعاب عليها تساؤلات كبرى وبعض الزملاء كيما منجي الخضراوي يطرح تساؤلات حول حتى معناها استعلامات وخيانات وحاجات كيما هكا ويجي الوزير يقول لا وسائل الاعلام اللي قاعده تحكي شو قاعده تحكي سيدي الوزير دي اربعه هذوما ززروهم معناها سامحني هي حرب مباغته سيت اون غير دون بوسكاد
سيت اون غير اسيميتريك. والمبدا نتاع الحرب الاسيميتريك بيكرر من فضل المقبل والمدبر المعن كجل مودي سخن حتى وصلنا من علي. وقديم هذا كان تقرا بند اللي صليب الجوزي تاريخ الحركات السوريه في الاسلام يا سيدي مش بند اللي صليب الجوزي لا غير دي بارتيزان تقرا على غير دالجيري هو معناها لا باتاي دالجي اللي عملها الكوماندون عز الدين والعربي بن مهيدي وجماعه في لاميتي جا في لابلين دالجي وفي مدينه الجي اللي عملها عبان رمضان وغيره. وتوا تشوف حتى الامريكان كي جاوا حملوا حرب العراق عاودوا فيلم لا باتاي دالجي عداوا سي لا باتاي اسيمتريك هذه قوامها المباغته فهمتني بكذا اللي بيفرم انا نهرب ونرجع مقبل مدبل نجي نجري من بعد نهرب وكان جنودي سخن حتى وصل من علي. وتشوف الرساله كتبها السلامي بو مؤسس الدوله القرماتيه المعتزد نجيبها لك في كتاب نتاع تونسي اسمه الشيباني ويقول له انت بعث لي ناس من الحرير نتاعك من بغداد في منطقه الهواز قل له لا زرعه فيها ولا زرعه وهاوتن وريك كيفاش نعملوا يقدموا نوخر يهربوا نمشي وراهم يكامبي ونقدر نبدا ندق فيهم كي النحله يا سيدي شويت هذه راهي من بدايه معناها معروفه المباغته هو خاطر الميموان اللي عند العدو هذايا ماهمش كبار يحاول يلقى التكنيك لا غير سيماتيك تحرك لانه جيش النظام كيفاش تحرك عصر المفاجاه معناها اي جيش النظام يتحرك تقول انت يبدا بالاول بالتبشيط بالمدفعيه ولا بالطيران ومن بعد يجيو المدرعات ومن بعد يجيو المشاة والمشاة تلقى عندهم اسناد لوجيستيك وغيره وعندهم مبادئ معينه كي بخون لو او بخون كي كونترول لو با كونترول لو او وكي اون امون عندك كونترول وانا فال عندك كونترول وثم مبادئ عسكريه معينه تطبق كي تقرا كلوز فيترو تقرا سانجو ولا غيره اليوم سمحت احنا دهتسوا لانه القياده العسكريه ماشي واضحه واليوم لوزيل داش قال غير صلي البارح تبعت كلام وانا قال لها باش نعملوا عسكر مع البوليسي ها سيدي تو وافقت سيد وزير الداخليه الحمد لله تو ايش كي بينها اونتر تون الايكا اللي عندنا روح تخوف عبيصاب تاع تزحك على الذقون هذايا انا بقى مشاو بلد هكاك حرام ثم معقول في قال باش تو انا مفترق بالعابه باش اعتبره استراتيجيك وباش نحط له معناها حمايه تو وافقت سيدي وين السوتيان لوجيستيك؟ وين الاستعلامات؟ شفت السيسي اش قال البارح؟ قال ضربنا 13 موقع. موقع في ليبيا. مرفوضين من قال في رمضان قال درسناهم وعملية استعلامات واستخبار وقال في رمضان كنا باش نضربوهم لكن خير اطفال بينهم واخرنا. او السيسي اش قاعد يقول؟ لانه ذاك عسكري حقيقي ذاك. ولد الجيش المصري العظيم. سي با نابورت كي. فهمتني؟ ولد الجيش المصري شفت اقوى الجيوش العربيه والافريقيه البارح وانا نخرج في الكلاسمون حطونا السابع ولا الثامن احنا 58 على شارع مونديال وستيام عرب ستيام عرب جوستومون سوتي تاد كوز وما قالش مهدي جمعه باش نعملوا اونيتي نتاع استطلاعات اونيتي نتاع لونسينيمون اونيتي نتاع سوتيام سيكولوجيك اونيتي نتاع واحد لوجيستيك تعرف اللي جندي الامريكاني علاش داير يموتوا ياسر في العراق الجندي معها اربعه مع اربعه ساعات معها سبعه كما في افغانستان اللي حضر له فطور ولي 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 بيان سور افيك لانتوندون سي تو تو تافي واحد مسكين ولا بينه هكاك الحرس وغيره ويمشيوا دمهم بالده يمشيوا وفرحان هو ما عملوش حداد عليهم الجنود هذوما الحرس الوطني الدرك الحرس ما هو سي انكور تبع الداخليه وكاينه جيش في بلدان معينه بدا تبع الجيش فهمت لا غارد ناسيونال كانت قبل ماري شوسي دونك هذي نشوفوا انه ثم مشاكل كبيره أنا نجيب لك رسالة 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 مثال لقيتها كتبها سيد أحمد بي يظهر لي سيد أحمد بي نقرأ فيها بارح في الليل ظهير أحمد بي فهمتني إذا كل من يقف عليه من أجل مجلسنا العلي بالشارع المحمدية ونوابنا في القضايا الشرعية وأبناؤنا أمراء الأمراء أعيان الوزراء وأمراء الألوى وأمراء الآليات وقائمي المقامات وأمناء الآليات والبنبشية وسائر الأجناد العسكرية والقواد والمخزنية وأولي الولايات العرفية سدد الله أحلنا وأحوالهم وحسن بمنه ما آلنا وما آلهم عام 1949 في هذا في كتاب سيدي محمد بن خوجة تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد خرج في دار غرب الإسلامي اللي تو مش قاعده تخرج معناها في تونس كان عندنا الفريق والامير اللواء والامير الله والقائم مقام والبنبشي فهمت والال ايمين والساقه كل غاسي ويوز بشي والملازم
والباشا وش 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 والبلوك امين والام باشي وغيره هذا كبلان داخلين رقت الجيش لو يخي تولد اليوم في تونس اي براتيكمون نفس التركيبه نتاع الجيش العثماني اي بيان سور وشارك في حرب القرم الجيش التونسي ودقدق في حرب القرم وهزوا مولاي رشيد انا ذاك رشيد معناها كان قائد الجيش التونسي وخرجوا من الجمله خرجوا من بلاصه معناها اللي بعد هرب منها حموده بن عيد هذه مره بورقيبه تغشش وقت اسوا سات بيك قال ما لقيتهم تختاروا خش القلب بلاصه هرب منها حموده بن عيد وتوا كي تمشي لقسلطه تشوف تصويره كبيره عملها الخياشي وتشوف فيها تصاور تروح الوقت اللي الجيش نرجع من القرم وتشوف وجه سيد احمد ابن ابي زياف ووجه خير الدين ورستم والجماعه الكل وقت اللي راجعين من الحرب هذه دونك عندنا جيش قديم وعندنا معناها قال لك سبع جيش افريقي ولا ثمان جيش افريقي وسبع جيش عربي جيش عربي. وعندك معناها تقاليد ويجي له زي اللي يقول لك انا مفترق بالعابه جاي معروف هذا سي لو كارفور دو لامور اذا كان مفترق بالعابه لحد الان فقتوا توا اللي لازم تعزيزه فهي خيبه المسعى ما نعرفكم شنو نعملوا احنا الحرب العدو هذا كيفاش نعملوها ما يلزمنا نوضح رؤيه دونك وين ثلاثه مناطق العسكريه اللي هي جندوب الكيف قصر سيدي بوزين وجنوب الشرقي ويني الوحدات الموحده معناها ليزونيتي كومون ما بين الحرس والجيش والامن وينو العمل نتاع الاستخبارات وينو العمل نتاع الاستطلاع وينو العمل زاد نتاع السوتيان بسيكولوجيك وغيره وينو العمل نتاع حرس الغابات اللي تم تبديله ودخلوا فيه جماعه ولا يخدموا مع الارهابيين ومع العدو وينو عمل كذلك نتاع الاستخبارات وقت اللي 16 يخدموا معاهم يعطيو فيهم في المعلومه بعد قاعدين في جبل والطفله تطلع لهم تعمل في جهاد النكاح شو مازال شو عليك نو سومون ديليكيسونس وهنا وزير الداخليه كما وزير الدفاع يلزم مساءله في المجلس الوطني لنواب الشعب ويقولوا له خويا اعطينا شنو العقيده الامنيه نتاعك ما قال لك العام باش يبدلها سي لطفي بن جد شو هي لا غواص لا هو غواصه شو هي لطفي بن جد بالعكس ايوه فهمتي هذاك اسم الشياب هو غواص وقال سي مهدي جمعه اللي تو قاعد في توليه في البر يحضر بيان سور في انتخاباته الجايه من تو على بكري فهمها او كما ياخذ بيلو وعنده عباد في بلايص ومن غيره ومن توا قاعد يخرج في محاضرات في جامعات امريكيه ويحشد في العباد ما قال باش نعمل هكا هكا بصريح العباره فيرباتي من قيد تنقول لك يعني قالها بالكحه وبالهزان الحاجب نتاعه حاضرين معاه لو 5 اوت 2014 فهمتني وقال 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 وفي الاخر يطلع لنا الوزير ويقول اشياء بالله العظيم كي سمعت جو سوي تومبي دو او معناها علاش على خاطر دو جول قالوا له مون جينيرال يا دي ميني دو مور ابيزيل قلب لو سون سيل فيت معناها الذاكره الجماعيه لا ميموار كورت نرجعوا لها اي معناها ميموار كورت ما سماش بكل ممكن قال متي دم لهليه تو يشيح التوانسه ما عندهمش ميموار وسي لا كيما نقولوا بالفرنسويه كل باب ليس فهمتني وهذا وين الانسان يتجرح ويقول شنو هي بلادي شنو قاعد يصير فيها توا الان وهنا اش قاعد يصير في بلادي واش قاعد يصير على مستوى الامني وسبب مؤامره قاعده تحاك ضد الامن والقلاع الخاسده تاخذ من الداخل الامن معناها بمفهومه الشامل الامن الاستخباراتي الاخر قال لك احنا وصلنا هم يفتلوا ما ضربناهمش خاطر بيناتهم صغار وقبل هاو جيب سي طاهر بالخوش علاش سي طاهر بالخوش هاو سي رفيق شلي هاو مسؤول تو هاو تكلم اليوم طاهر بالخوش عيط طاهر رفيق شلي قول له سي رفيق ايوه اش كنتوا تعملوا ولا سي حمد بنور محكي حمد بنور ولا ترى كل كنا نمشي بيشاور ونفجروهم الناس هذوما وكلنا نخترقوهم كنا نعمل المنظومه العسكريه مش ماشيه كما ينبغي المنظومه الامنيه مش ماشيه كما ينبغي منظومه الاستخبارات مش ماشيه كما ينبغي ويطلع وزير الداخليه يقول لك لا ما نشكوش وما نقولوش وما نقولوش وكل مره فهمني يعطيو في بوماضه ونابورت كوا يا خويا اسكت تحج تو نسميوك حاج 20 مره ما عادش تقول بربي كلام كي هذا شيء يضحك لانه التاريخ كل شيء يتقيد ما قال غنوش الاكبر ثم الفيسبوك ثم الحاج فيسبوك كل شيء يتسجل او يتجبد لك عاش كل كلام كي هذا بي يعمل ميديا تريننج ثم المؤسسات تعمل ميديا تريننج انت وغيرك مش عارف تتكلم فهمتني لانه بعد ما يموت ولاد كيما كيك الله يرحمهم وينعمهم الواحد في قلبه نقبه وهما يجين بعد يقول لك لا تو نعزوا الواحد هذاك لا تعش كيفاش جيب تيتا وترمبيتا فهمتني واعمل حفله وزازه فهمتني وجيب عيشه اماميه وكهوا واحنا قاعدين تو قال شنو نجيب حط بوليس دا سيركولاسيون حط نابورت كوا العقيده الامنيه نتاعنا مضروبه وتفهم علاش السيد المهدي جمعه وقت اللي مشى باش يتلاقى ليتا ماجور الجيريان ساعه طياره ما هبطتش تبث زادوا داروا به هذيك
وقلت انا وقت المهدي جمعه انكر موتي ينو با كونفيونس وخبرت زيلي انا با كونفيونس. من بعد لفتوا قالوا لي شاف دي تا ماجور نتاعك هذا في بالو وقت ذبح الجنون وفي بالو قالوا وصلتكم المعلومه وصلتهم المعلومه شي ما عمل. من بعد تفكر وقت جاي شاف دي تا ماجور وقال عاد شو بي يصير وبعد نحى وبعد دايمين جاء من اللوزاد واقف قال يا عاد شو بي يصير وفتح عليهم هكا يحكي جنرال سي كوا سا جوغيل شنو هذا؟ نحكي لك وقت البيت عام 1849 عندك هذوما هيا الفوندامونتور تاع العمل شنو؟ ما تنساش انه مدرسه المهندسين ببعض وسميت اعتبارا المدرسه الحربيه المدرسه الحربيه هي كانت مدرسه المهندسين وكان فيها لو جيني ميليتير ولو جيني سيفيل واول مدرسه مهندسين في البصام الميديتيرانيان في العالم العربي الاسلامي وشكون عملها؟ عمل احمد بي عمل 1840 وقرا فيها قبادو وقرا فيها البارون دو جومني وقرا فيها كاليغاليس كانوا يسميوه كالي قارس وسميهم لك بالتاشوا بالفرنسيس وانجليز وجابوا برتغيز وخبراء يعملوا وشكون خرجوا منهم؟ رستو وخير الدين وجلال حسين والبقرون وحسين ورشيد أعمدة الدولة التونسية خرجوا من هذيك شو احنا بتي فيلاج بالك احنا كنا قبيلة بدائية وفقنا لقينا عندنا بترول ولا غاز كما بعض الناس وحطوا عائلة عطاها دراب وسميت الدولة يزي يرحم باي عندك أكبر جنرال في تاريخ الإنسانية لو بلو غران جنرال دو تو لي تون شكونو؟ حنبال حنبال حتى نابليون بونابارت هو كذاب كبير تعرف نابليون كذاب سيتي ان اسبروفور نابليون قتل الناس في اسرى في مصر وجاب دافيد كان عنده مصور كبير اسمه دافيد صوروا يبوس في ديلي برو ونابليون بونابارت عدى روحه تعدى على الكول دي زالب بلين تعدى حنبال وعيط وعيط لدافيد التصوير جبدوها في الانترنت نابليون دافيد تلقاه كاتب كارلوس ماجنوس انيبال وهو تعدى على بغل انا عندي التصوير والحكايه حقيقيه تعدى على بغل ما تعداش على الحصان بكساوة ذاك وكاي انيبال وكارلوس ماجنوس وشارلماني تعدى على بغل ومن جمله نجيب لك الحكايه وعندي في الوثائق التاريخيه لقيتها انا في وثائق التاريخيه من عام 1917 لقيت الحكايه في وثيقه تاريخيه من الجمله اللي عداه بدا يتشكل وقالوا انا اموري مزمره طلياني هو قالوا مزمره وكل شيء ما نجمش نعرف بعدها يمات جابوا له صدر فلوس قال شنو قال بعث لك هذاك شنو قال شكون قال ذاك نابليون كومي كونسول الوقت قال هذاك نابليون قال عديها على برلا هاو كصور روحه كيما حنا بعد زعما حب يكبر وحاطط روحه هو بحصان حط توا حط في الجوجل انيبال لا نابليون نابليون باسون لي زالب دافيد تشوف تصويره كبيره هكا وحصان فوقه وتحته هو مكتوبه حجره عليها شارلمان وانيبال هاو نابليون بونابال يتفخر بحدنا بعد وما ذاك على الاقل احترموا ارواحكم في الحكايه هذيا الكل سان دارناغ فهمتني واحنا توا يجي يقول لك وزير الداخليه فهمتني يقول لك اي هنا باش نعززوا باش تعزز وليد عمي غاديك تعمل جزرنا لون دي بلو غران هايك التصويره شوفها شوف هذيك شوف تحته هاكا تشوف حجر هذيك اقرا فيها تلقى انيبال وكارلوس ماجنوس وحاجات كيف هكا مكتوب عليها فهمتني؟ هو تعدى على بغل كان يجيب لك البغل الحقيقي واللي عداه وكتبوا عليه كتاب فهمتني؟ هاك الحاجه اللي عند ساقين الحصان تو تشوف مش هذيك تو انتر نو سامحني انا جو سوي ديشو هاي هاي تصوير هاي بونابارت حنا بعد هانيبال تحت حتى روحوا فوق حنا بعد هو كذب طلع على بغل بغل عرفته ولد البهيمه والفرس فهمت طلع على بغل من بعد حصان ومتخبي وحكيت كيما احنا اليوم نجي وزير الداخليه كل كي هكا وناش كل تتفرج من بعد تو يعمل عند مراسل الايكا يقول هاو ينقد في السيد وزير الداخليه كي يقول على خاطر سامحني قال سي شهيرة غواصة غواصة اش قال؟ قال باش نبدلوا استراتيجية قبل لا يحكوا تعرفوا معناها نشارجوا استراتيجية ما انا ما عنديش استراتيجية يا اخي نشارجوا استراتيجية هو انت سامحني مش فاهمين فيها حتى كعبة ايداتو يقولوا بالفرنسوية او جوجي Il navigue à vue. مش هكا، il navigue à vue et à reculons زاد. بتولي وهكا. في لو غادو دو لا ميدوز. في 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 وادي يمشي هكا. دونك انا جو سوي فيغيتابلومون ديسو بار لي بروبو تاع السيد وزير الداخلية ندل عن شيء ونعقد عليه. وقال هاني باش نلم وهاني باش نعمل. توا باش نلم باش تعمل الكلام اللي قالوا كيفاش قال هو سيتم تنظيم مجلس الجهوي للامن تحت اشرافه بحضور قيادات امنيه وعسكريه تدارس الوضع لها في القصرين.
وزير الداخلية السابق دخلوا له لداره وقتلوا جماعة أربعة الله يرحمهم في داره منهم من معاون ترتيب أي. وقال عمل لجنة بتاع تحقيق وغيره وهو صار توا باش يعمل مجلس أمني. شوف يظهر لي يا احنا مازلنا الجود يا هما من الجود السبعة مانيش فاهم كان هما طلعوا من الجود السبعة في بالي شفتهم في شنو يعني ولا احنا سي دي انتليجونس سوبيريور ما نجمش نوصلوا مستوى هزيل جدا. يفك سي محمد علي العلوي والا قبل علوم لي زيمينونس انجليز نتاع السيد الوزير يقولوا له ابستونيفو مسيو المينيستر دو بارلي اسكت شالوا نابليون بونابارت نابليون بونابارت مشى لمصر واستعملها استعملها في 23 يوم وهزوا معاه العلماء 160 واحد كتبوا لا ديسكريبسيون دو ليجيبت دامت 23 سنه باش خلاص الكتابلو نتاعها وكواحد في المكتبه الوطنيه كبير شفته انا بعين متر على متر وشفته في فرنسا بيبليوتيك ناسيونال متر شويه متر هزوا معاه علماء كبار وكان كل يوم يمشي للاكاديمي مسكنهم في بولاق فيها لي جران سافون جوفري سونتولير جوفري سونتولير ومونجو فوالا مونجو كان يمشي بلاش سيف يقابلهم ويقعد معهم يحكي معهم كل يوم وهما يحترموه معناها هكا سي ان سابغور لكن معهم هما يجي نهار تلفت قال لهم جوفي مانسكري عليك في القسم الماتيماتيك قال له مونج ون افي با لو دغوا ديتر ميديوكر فوالا فوالا مسيو المينيستر دانتيريور فو نافي با لو دغوا ديتر ميديوكر يجب يقولوا لك الناس يخدموا معك الناس تكون عندك لابيل دو ليكسيلونس ورئيس الحكومه فو نافي با لو دغوا ديتر ميديوكر ورئيس الجيش والقائد العام للقوات المسلحه فو نافي با لو دغوا ديتر ميديوكر وعملوا مجلس قومي للامن وحكيوا فيه. شوف الامريكان تقرا الدراسات اللي قاعدين يخرجوا فيها بار اكزومبل البارح نقرا في زوز دراسات. انتروتر صديقنا فتحي المسعودي بعثهم لنا من لندن فهمت ولا سي حسن نقرا في زوز دراسات جاو معناها في الكونغرس الامريكي حول الدواعش. الدواعش في ليبيا والدواعش في سوريا. وموازين قوى نسبه معناها للبلدان هذيك شنو ينجم يصير. سيد لاوت فولتيج ورغم هذا قاعدين ياكلوا على نفسهم سيد لاوت فولتيج تحاليل كبيره نتاع محللين كبار نتاع ديفيزيون جيو استراتيجيك فهمتني وحنا سامحني قاعدين كما قلت لك اندتشوا والا اندهتشوا فهمت هاي سيدي الاولى هاي خرج معناها في كلكو سيت المركز ضد داعش وتقييم التهديد معناها نتاع الدواعش في سوريا والتباط كذلك باللعبه الايرانيه في العراق ولعبه موازين القوى تقييم التهديد الاستراتيجي اللي شكله تنظيم الدوله الاسلاميه هذايا جيفري جيمس جيفري لجنه شؤون خارجيه في مجلس النواب الامريكي نهار 12 فبراير 2015 فهمتني وهنا المعركه ضد داعش الميليشيات الشيعيه ومساعي التحالف الدولي مايكل نايتس وفيليب سميث وبي جي دريمر ديرمر هذايا 11 فبراير 2015 وعندك حتى بالفيديو نتاعهم سيدي انا بعثهم لك وتقراهم وتشوف الناس كيفاش يعملوا ديزاناليز جيو استراتيجيك وياخذوا توت لي زوبسيون قالوا باغ اكزومبل اذا كان باش نمشيو وداعش قداش عندها ناس تحكم فيهم وقداش ارض تحكم فيهم وكان باش يضربوها والايراني واذا كان ميليشيات الشرعيه باش تعاونهم شنو باش يكون الدور الايراني لان لي جيو استراتيجي يا خويا احنا انا ديما نقولها كل سيد وكل فهمتني اما ما تكونش شو اسمه زين هذايا غرسل ما تكونش غرسلني وتحب تبلولني كل سيد وكلني ولا تكون غير صلي وتبلولني. ولا والسيد مشى جوستومون نهار السبت اللي فات في زياره فشائيه لمطار تونس كارتاج الدولي وعاين خلال الزياره هذه الحبيب السيد مختلف اقسام المطار ابتداء بهوين العموميين المسافرين والوافدين ومتقطعي المغادره والوصول وزار كيف المنطقه المخصصه للمسافرين في حاله العبور ودعا الى ضروره تقليص مده الانتظار بالمنطقه هذه واذن بفتح ممر خاص بمواطنين المغرب العربي لختم جوازات السفر نتاعهم عند الوصول او للمغادرة وقال الحبيب السيد بانه فما عديد من النقائص وشدد على ضرورة تلافيها كما نقص النظافة وعدم احترام قرار منع التدخين داخل المطار واشكالية تأخر وصول الأمتعة بعض المسافرين. يظهر الحبيب السيد بداية عمل ماشي المطار بدا يتحرك بون هاكا زاد الطرف واحد جاء مخرج في نادو توليت بدا سي الحبيب هاكا يقول له انت يوري في حريدي هاكا تلفت له قال له جيت مخر ما تدخلش ومشى للمطار ما ضع ما يساوي في المطار بكل صراحه العمال يعني والتجهيزات تعاني والمطار لا وين حيولنا بربي هكا هو موجودين في العالم مش في الطريقه هذيك
هيك شفتها في لي زوتر فهمتني، مش بالطريقه هذيك، ومعناها تكونوا يكونوا مولدين اكثر، والقنوات اللي تتخذ العشوائيه نتاع الحكومه تأدي. هيك شفت ناس داخل المطار بحض الامتعه باش يرجعوا فلوس، وناس من برا يفهم يدخلك بملايين باش يصرفهم كسائح نعيطوا له بعد نبيلوه على 30 دينار. وكما تشوف تدخل العراق ولا سوريا تلقى العرب وغير العرب تدخلوا يبقوا يوروبيين نو يوروبيين، واحنا على الاقل تلقى المغاربيين وغير المغاربيين. يا خويا فوق راسي انت حق يدخل بكلم ديتي المغاربي المغاربي المفروض كلم ديتي نتاعو يدخل، علاش ليه؟ المفروض اجا نعملوا لو كونفونس ديتابليسمون بينا وبين الجزائر من عام 63. بون ليبيا تو عندها وضع خاص، واحنا والمغرب وغيره يلزم نلقاو معناها حلول، وعلاش ليه؟ انت اليوم اللي تطلع في الطياره يا اخي يا اخي حافه تحمولي ما وقفوش من هنا من قبل ما يثقوا في الطياره، ديجا اسمه يمشي ويتقرا ويتدرس ويتعمل ويعطيوا فيه بيرسونا نون غراتا ولا لا، وما يطلعش حتى في الطياره اذا كان يلزم. دونك ثم اجراءات، والمطار نتاعنا يلزم نلقاو كيفاش. سي الحبيب الصيد شابيان سي الحبيب، اما ماذا بينا ما تقعدش المساله الجلديه. المطار سفري صحيح، هو المطار وسط البلاد توا، عطينا الاتراك المطار هذا نتاع نفيذه نتاع نفيذه، المطار ولا في قلب البلاد 5 مينوت ثم ناس تساعدهم، لكن تو ولات اشكاليات كبيره موجوده فيه. اما كذلك على مستوى الخدمات من اتعس المطارات على مستوى العالم اجمع. تدخل الفري شوب نتاعنا ديجا هما والاتراك ثم صراع كبير ويتشكاو من تصرفات نتاع الاتراك مع فري شوب. تدخل مطار تركيا ولا تدخل مطار اخر، وانت تدخل مطار القاهره ولا الاردن ولا لبنان قال حد تحزن. يعني احنا علمناها من الناس لازم كنا نعلموا فيهم لو البارح في الايام كانوا يجوا لتونس يتعلموا، يجوا في سيدي زريف يقراوا الطيحه، يجوا مطار تونس كارتاج لي سيميلاتور دو فول تو نتاعنا يتبعوهم، يجوا لي ريستوراتور نتاعنا يعلموهم لي مطار دوتيل كيفاش يخدموا، يعلموهم الصناعات، يعلموهم قوانين اليوم اللي قاول. واحنا احنا من تالي وليس القدام، عسكر زواو مقدمين في الحرب مؤخرين في الراتب جوستومون. بعد شوي نكملوا حديثنا سفيان جوستومون على نقابه الصحفيين اللي هدت بوضع وزاره الداخليه على قائمه اعداء الحريه. شنو صاير اليوم بين وزاره الداخليه وبين نقابه الصحفيين التونسيين؟ لا ريبونس نلقاوها بعد شويه بعد ما ناخذوا بوست بيب. بعد بوست بيب باش نسمعكم دو فوا كي يحبهم سفيان كرونير، نسمعكم نينا سيمون، باش نسمعكم كيف كيف لويس ارمسترونغ باش يغني لنا غنيه مزيانه ياسر What a wonderful world على كابا فيما. صباحكم مزيان مع حسن وسفيان. نهاركم زين على كابا فيما. خلال نهاركم أسعد الأيام. برشا عبيد برشا من أصدقائنا طلبوا منا زوز دراسات ونحطوهم إن شاء الله حتى على الباج متاعنا وعلى باج الغاديو سيغتانمون، على خاطر سي تخيز امبوغتون الدراسات اللي تعملوا على داعش نعطيوكم ليليان وهيك تنجموا تقراهم والفايدة تحصل للجميع. حبينا جوست نحلوا بارونتيز سفيان فيما يتعلق ب خلينا نقولوا معناها باللي باغيير اللي موجودين أو نيفو نتاع معناها السكك الحديدية، خاصة أنه في نابل عندنا ثلاثة أيام التالي فما يعني سيد علي ميمي هو معروف في نابل توفى بعد حادث صار في المقص نتاع السكة. اليوم ماذا بينا يشدوا أكثر العصة على المقصات نتاع السكة وكيف كيف لبغيغ اللي يتكسروا يصلحوهم، وعلى الأقل لسان سيفتي ترد بالها من النقطة هذه. ويسمى لبغيغ زاد الظروف نتاعهم صعيبة ياسر، وحتى البروتكسيون ماهيش كبيرة. الترين ولو ما يظلم حد ça soyons clairs on était précis لكن زاد السيناليزاسيون والمشاكل والترينو وصل مدينة ما نعرفش. يعني عندنا مدن كاملة انكلافي بار لي تران تاخو حمام نم من جهة السكة من جهة جبل معناها ان بيتي كولوار يتعداو منه لي سنتين دو ميليي دو فواتور بار جور معناها دي ديزان دو ميليي بار اور ويخلق مشاكل كبيرة. و غرومبيليا كيف كيف البونديو سود كيف كيف حمام شتات توا نابل والحمامات هنا طريق الملازقة كيف كيف فيه دورة فيه حتى دورة فيه دورة جوستومون لازم الدور منها معناها بور لي كولماتي سولا. دونك بالحق يلزم تشوف القعدة هذيك راهي موجودة من أول القرن، السيناليزاسيون هذيك قديمة ما عادش بتاع توا. يا خويا نلقاو حل نعملوا باساج سوتيرا باساج ايريا اللي تتصور في بالك، ما عادش نلقاو ترين ويتلاقى مع الواحد ما عادش. المترو ليجي نمشي معاك بارتو دون لو مون، تو دي مترو ليجي ما في واشنطن وفي بروكسل وفي بلدان اخرى. اي بارتو يحوس الفوق تقول انت. مي هنا سامحني جو تروف كو سي كمام نجموا نتجاوزوا هذايا ونجموا نعملوا اون في ميو بيان سور. الله يرحمهم اللي توفاو وثم ياسر ناس انونيم زاد يتوفاو ما يسمع بهم حد، وثم معناها اونتر نو نراو انه يلزم انكور اون فوا سيد وزير الداخليه يقول هاني باش نعمل دراسه باش نعمل لجنه باش نعمل كذا باش نعمل كذا. لي ردوا بالنا لي باغيير ولي باساج نيفو هذوما ردوا بالنا. سابستونير 100 خطوه ولا تنقيبه سابستونير باش تشق خير
وساعات العباد يكونوا اكزاسبيري ويبداو داخلين بعضهم وماك تعرف ياسر ستريس ويخلي العباد معناها كي احنا عندنا ها هوني مقسم معناها لنا بحث الراديو مش بعيد بالوا معناها براتيكمون 200 متر تعرف في كل مره يكسروه كل باغيير ويقعد يسوني 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 ويصيروا دي اكسيدون وفي تقول انت في ثنيه برانسيبال اللي هو شارع ابو ظبي معناها هاي فوالا تقول اليوم الصباح ثم سالح بتعدي بالغنم نتاعو في الاوتوروت مره واحده اي والله مش قول لك تعرف انت سالح جوست يرحم فوك يرحم والديك معناها دي زوتولوت كي نون با لا شوف احنا انا ذكرت لك نهار تلقى بقره وانا مروح نهار الجمعه بالحق نلقى بقره قلت هذا جاب ربي سفيان فرحات روح قبلي ما في الجزائر ثم سنين يسميها لالوت موتونيير ايوه هي تمشي من الحراج حتى لالجي في الفورد لو وتتعدى من لوساندي من لوتا وتمشي حتى لالجي لو بورد الجي يسميها زاد لالوت مارشخيير هي مات فيها الله يرحمه عبد الرحمن الحراشي يجلو فيها هي العباد هي لاغوت بوتونيير خاطر كان قبل ديما يتعدوا منها العلاج العلاج ايوه اي ومن بعد ولات لاغوت يسميها لاغوت مختيه ثم مشكله اليوم بكل صراحه يلزمنا نلقاو نصم احكايك بالحق تشوف مطارنا تلقاها اركايك تشوف الشمندي فيل نتاعنا تلقاها اركايك تشوف كياساتها تلقاها الكل حفر وفوسيات وحاله حليله واركايك وزوز متر هنا وزوز متر غاد كي تقارن بالبلدان الاخرى سامحني احنا طول تالي لو ما عادش قدام في كل شيء تشوف بلدياتنا كيفاش تخدم اركايك تشوف جي مثلا كيما البارح وقت البارح وغيره الضو يقص على حوم الكل ويباتوا العباد معناها يديهم على قلوبهم مع قبات الديال يهم يشبه في الحس وطيبين كلابهم وغيره تشوف معناها يجي البارح في سوسه زون معناها تقول توريستيك شيرت القنطاوي مقاسين عليها الضو في نهار وعين القائد وبعد تقول لك سبيس سايحه مش ماشي اكل لي غاستوراتور يتشكي والقهاوي يتشكي وحاول تفهم انت وين غادي يعني اين الحكم؟ اي معناها ثم اشياء كي تشوف بلدان اخرى كيف ستايل كانت كي نشوفوا العباد طهران هاي بواحد وغيره يبكيو 13 مليون دابيتون قد الجمهوريه التونسيه كل ما سموش امبوتياج والدنيا ماشيه والخدمات حكي احنا والاهم ما فماش كيغت القاعه فماش وسط احنا اركايك سامحني اركايك ياسر ياسر تتعدى تو البارح انا متعدي قدام التكنوبول نتاع بولسودرين عاملين اليابانيين وعاطينه فهمني تحكي على لي ني دو دينوزور لي ني دو دينوزور ولا ني دو فاش ولا ني دو شامو ولا ني دو بول ني دو بول سي ان لوكس هاتوا ني دو بول انا من يا سيدي من مساندين لي ني دو بول فهمني تصب مثلا كل شيء تجرف حالة حليلة سور تو لي بلان الكياسات تشوف لي زيتود الجناوي نتاعنا كيفاش عاملين تدخل سليمان تلقى شطر الكياسات تعملت جديدة مسكرة توا بالماء تتعدى معناها الزباله حاجه من تسمى تلقاها مطيشه لي بي امام لا شوسي معناها فهمتي وتو لي بي دون لو على خاطر ولات الكليت بارتو يعني اونتر نو هي جمله تونس يجينا انسان كي فوا غران دون لي مونسيتي دو بوسيبل يشوف حاجه كبيره هكا ويشوف كيفاش تنظف الامور وتولي اتنسونون اليوم يفو اغيفي سولا سامحني قاعدين دهدهي فهمي ستيل نتاع بكري وقت متراكي والحاج كلوف فهمتني وقاعدين كيكا معناها وعلولو اي وكا هو مازلنا غاديكا واقفين في الستينات بالله في الستينات ثم خدمات خير من توا في بعض القطاعات وشوف الشوارع كيفاش كانت تنظيفها انت هز تليفون توا وتكلم بالفرنساويه ولا بالانجليزيه في مؤسسات اعلاميه سيدي فرانكوفونيه اي فرانكوفونيه اي قول لهم بونجور جو سويس انت نحب نحكي مع الدكتور شير احكي مع البوز تحكي مع السبيطار امشي للسبيطارات كي نهار تعدي تحضر المرض ريحه حتى خير لطف حتى شمس انت يعني اشياء غريبه اشياء غريبه شفت جون بروفيسور معناها نجليجي كان يخدم في سويسرا تشوف الحاله والبيت اللي هو فيه وغيره سامحني سي بور سا تشوف نقرا في كتاب نحكي مع واحد البارح قلت له تعرف اللي ثم 500 مخطوط تقريبا نتاع ابن عربي في الزيتونه وحكي عليها واحد عام 66 في مقال تحت به وسيدي اتصلت به قال لي نعم توا موجودين حتى دراسات مش موجودة دونز يونيفرسيتي كان ثلاثة مرات جا لتونس اللي سميها أرض التوحيد وكان تلميذ سيدي عبد العزيز المهداوي مسمين بينه بين جبان سيدي عبد العزيز أي ولا في مرسى ويجي ومنه كتاب نكتب بتاعه كتبه هنا في تونس ولا واحد يسمع به اليا ما عنديها وين تمشي اش تلقى هاني باش نغوص تلميذ هاني باش نشقق بقرة في أوتوروت هاني باش نحط موتون دونز اون بنوار هاني تدخل الريستورون تدخل الريستورون سيليكت في تونس تسعة متاع الليل على السلامة مرحبا سيدي ولا لا تعطيني كسكسي باهي 11 متاع الليل يشد صفارة يبدا يصفر اخرج هكاك حكاية اخرى هذيك صفارة
يطردك اي مش احمد ربي انت ال 11 سي جراف معناها اي تسمى صارت لوكس فهمتي معناها اونتخ نو يفو لوفوار لا كوبي قال الاخر يا اخي اون بو با اتر موديرن توا سامحني احنا التاني الكيلان نتاعنا حاله كيما كي كنت انا صغير ممنوع البوستاق والحديث مع الساق شوف انا نحكي لك الصنهاجي والاولاد اللي يخدموا في الليل نتاع سليبان باغ اكزومبل الشاطئ عندهم ثلاثه كيلان منهم زوج مبيلين توا يقعدوا تجي اربع ساعه والتلامذة يستناو والموتين يستناو من هاد كامل يصلحوا والخدامه يعني وخدامه يصلحوا ويعملوا ويستمتوا غيره لكن تجهيزات تعبه دونك اليوم انتر نو يفو ريفوار ان بو لا كوبي علاش باش نطوروا امورنا على خاطر امورنا ما عادش تعجب بكل صراحه فهمتني اكزاكتومون الامور كلها ما عادش تعجب نمشوا لاخبارنا الموالي سفيان نقابه الصحفيين تهدد بوضع وزاره الداخليه على قائمه اعداء الحريه امبارح شدت نقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين مطالبه وزاره الداخليه بتحمل مسؤوليتها في تاطير اعوانها وحمايه الصحفيين اثناء عملهم وتحملها مسؤوليه اي اعتداء قد يمس من سلامتهم وهذا جاء البيان على اثر الاعتداء بعدد من اعوان الحرس الوطني في ولايه القصرين على كل من الزميلين ناديه الرطيبي مراسل التلفزيون الوطني وعنتر اسماعيلي مراسل زميلنا في اذاعه شمس فهم في الجهه ويعني خلينا نقول يعني ما تلقوه من عبارات بذيئه ونابيه وذلك على هامش زياره وزيري الداخليه محمد نجم الغرسلي وزير الصحه العموميه سعيد العايدي للقصرين البارح. اي وين الايكا وين المؤسسات وين الايكا يا ولدي؟ تو النقابه تقول لك هيك ما حتى كي تحط يسون فوت هما تحطنا ما تحطش سي ان سيرتون دومين كل مره تعاود تطلع الحكايه هذه. كل مرة تعاود تطلع الحكاية هذي وكل أزمة يدوروا على الصحفيين والناس كل يقول لك صحفيين هما المعنى وهاك شفت اللي حك راسه يقول لك صحفيين توبا بكم عليكم والصحافة ما هي إلا مرآة للواقع نتاعنا احنا نتاع التوانسة احنا ملاية لو كي تكون باهي أيست يظلوا ويقعدوا أعوج كون معوج يظل يتعوج وإذا كان تكون مسقم روح كي تطلع تظل مسقم وهذا شو باش نعمل لكم أون جوليفاج وليش أون جوليفور نسميه الصحافة هاي حسن واحد أنا نرى وانه اليوم المهنه نتاعنا ماهيش التواليتاج نتاع الواقع بقدر ما هي المهنه نتاعنا يلزم تكون تعكس الواقع. بيان سور اون اكزاجير بور دي نوفاليتي ولا باش نوريو حاجه لكن هذا ما ينفيش وانه مخاطر كبيره اعتداءات بالجمله سبان تقشتيل المره الاخرى يبدو عليهم السلاح مره واحده. كاريمون فهمت اون كومبخون يكونوا هما في حاله مش معقوله لكن وزير الداخليه قداش مره وقال هاو باش نعملوا وهاو باش نعملوا اشارات وهاو باش نعملوا لقاءات وعملوا وقتها ملتقيات حول العمل الصحفيين اون طون دو كريز والتعامل معهم واشرفت عليها اليونسكو وقتها وقالوا معناها كيفاش نحاولوا نلقاو معناها كيفاش صيغه في التعاون الامثل ما بين لكن اونتر نو لحد الان ما زالت الامور ما تعجبش تقول النقابه هكاك لكن نرى انه السلطه يلزم هي تعطي النقابه في دون سون رول اللي تعطي الاشاره الضوئيه القويه ونلقاو الاليات اكيد جدا ثم اخطاء يمكن ارتكبوها الصحفيين وثم داير دي كونسي تعتبر الصحفيين خاصه في وضع الازمات كيفاش يتصرفوا وحاجات كيما هكا لكن العمل الصحفي هو عمل ابداعي والعمل الابداعي فيه اخطاء وفيه مجازفه ونعرفوها ما قلت جنرال شهير اللي تلفت للصحفيين في الحرب العالميه الاولى قال لهم مسيو الجورناليست ديما انتم في البلاصه اللي ما ينجمش تقفوا فيها وبعد قال لهم سي بور سا كون لي لي جورنو فهمتي اليوم الصحافه تبين الحقائق وتحاول تبرز وتحاول تخرج معناها المخبي والمستور تتفي كل صراحه ليه ونذكروا مثالش احنا اعوان الامن ذوكم اخواتنا وباتنا ونذكروا بانه اكثر عباد تدافع على قطاع الامن واعوان الامن هم الصحفيين وقت اللي العباد الكليك كانت طبقه سياسيه تشيطن في الامن ومعناها تستكثر على الامنيين مطالبهم في امن جمهوري ما لقاو كان صحفيين كان بلاتوات لاذاعات وتلفزات باش يجيو يحكيوا فيه بكل صراحه واحنا في كل مره نشيدوا بهم نشيدوا بالعمل نتاعهم خلينا سويون اي هو لو مش مزيه انا محاله ما ثم تحالف العمل الامني وعمل الصحفي يتلقاه مع بعضهم زملاء احنا ولا معناها الزوج يخدموا في مهنه صعيبه والزوج يسهل والامن القومي نتاع بلاد تبدا بالاعلام وبالامن نتاعها ومعناها ويقول لك شنو الفرق بين الصحافي ورجل مثال امن لا انفورم يلوتو لونسيني معناها ولا قبيلتهم هكايا لكن الخدمه جميلة فيها فيها مجازفه وما ثم حتى مشكل والنقابات الامنيه كانت ديما معناها والوزاره الداخليه معناها مسانده للصحفيين ثم تصرفات
نتاع بعض الناس الزعران ولا غيره في دي بافور لازم نقفوا ضدها. هي ماهيش سيستماتيك لازم نقفوا ضدها لان ما لاحظتش معناها تحامل كلي دائما. انما من حق النقابه باش تركز على مسائل كيما هذه، لكن كذلك نطلب من الهيئات الاخرى الهيئات التعديليه. توا ايكا سهل ايكا وقتاش باش يحلوها باش يجيبوا لها هيئه دستوريه؟ مش هيئه دستوريه ما فماش، هي هيئه دستوريه توا فيها تخفيف. راك تشوف اللعبه اللي لعبوها الجبهه الشعبيه ثم جماعه فوتوا الحكومه ولا توا نحكيو عليها بعد شويه مع منجي راح جوستومون ضيفنا مع 9 نتاع الصباح. انا نحب ناخذ رايك جوستومون في مسيره نهار السبت اللي دعمت التنديدم بالارهاب بعد ما ناخذ دقيقه في لوران باني ما ليبرتي دو بونسي. ما ليبرتي دو بونسي في لوران باني 8/4 نهار السبت كانت مسيره مندد بالإرهاب نظمتها كل من حركة النهضة وحركة نداء تونس، وشاركوا فيها العديد من الوجوه. برشا عبيد ما عجبتهمش المسيرة هذه على خاطرها كانت وين نتعبت في الباصة ربع ساعة ميم با ان كاردور تعرف ثم كونفيزيون. تعرف ستيفان زفيغ كتب كتاب اسمه لا كونفيزيون دو سونتيمون، وقعت كونفيزيون كبيرة معناها لي جون نيتي با تعرف الانسان كي ني با كونفيكو دو شوز كي في تلقاه معناها هيك هو عاملين. هو قال لك دعالها حافظ قايد السبسي للمسيره هذه ولد الرئيس الباغي وغضبان تو هو احنا نشوف شاف المعارضه داخل المانيفستاسيون مانيف كيما هكا تتعمل المفروض انها ساعه ولا تكون شعبيه وتكون عندها بعد زاد معناها سمبوليك. انا هاي نعملها في شارع محمد الخامس في شارع بولقيبه وبين انتر دو بولي كاتوندو في 200 متر مربع وغيره كيف يمشي للشعبي تحب تعمل مسيره تعمل يا اخي. شوف سليني وقت يخلوا هذا الحد وخلى الولي حمادي جبالي والريح والمطراك وكل شيء وحدهم. شوفك الصوره الشعيريه الكبيره اللي قعدت في التاريخ سريالي هذيك فماش اختها هذيك قبل قاسا ماركيز ولا اوكتافيو باز ولا ريخو كاربونتي ولا حتى اخوان ميغويل استولاس ما كتبهاش. الشعب التونسي يطلع لك بحاجات رائعه كيما هكا. اعمل حاجه هكايا قلنا كل سيد وكلني يزينا من لي دومي مزور. اما احنا نحبوا توا نجي ونعملوا حصون نقولوا كل شيء بالمنان فهمت كيفاه ولو السنين بنينا ما سي دو جون ديفيرون. معناها هي تعمل مسيره بالكدا هي دونك مسيره ديمت الباص نابورت كوا ودعا لها حزب بحق وشاركوا فيها ناس حولهم شبهات حول الارهاب ومعناها تتخلط اي عادل العلمي تو باغ اكزومبل بالله كوم ان شوفو سور لا سوب تقول اي عادل العلمي شارك في مسيره الراجل اللي ينظم هذا الكلام نقصنا كان بشير بن حسن معناها اي معناها نابورت كوا باش يوريك هنا قلت لك ثم البروفينسياليزم ليسبري دو كلوشي. ايطاليا بار اكزومبل ايطاليا كان تاخذ نحكي لك انا اون كونيسونس دو كوز كنا صغار نقراو الطليان احنا قرينا الطليان باش نقراو جرامشي دون لو تكست فهمت ايوه نحبوا جرامشي كنا قبل في باريس كي تكلم الطليان يعتبرونها كافوني معناها كافوني معناها نقولوا احنا قامت قامت اي مش كلمه اخرى ومن بعد ايطاليا اترافير ليتاليتا لا بتيت ايطالي معناها فيلم كيما من اعز افلام فليني شنو امار كول هي في منطقه نتاع الشمال وين تولد هو امار كورد هي باللهجه نتاعهم ايو ميري كوردو انا نتفكر هما يقولوا امار كورد ما تعرف ثم لغات في ايطاليا من بعد كنت صغير كانت فرعون بداوا يكتبوا واحد بدا يتكلم يكتب معناها لو ساغ ديت اون لونغ باغ اكزومبل السيسيليانو لونغ لونغ الكالابريزي لونغ فهمني وغيره حسيت حتى ولاي اونو جمعت شويه باش لونغ توسكان اللي كتب بها دانتي تاع لا توسكان هذيك في شمال ايطاليا هي اللي وحدت شويه تلين كتب بها دانتي ومن بعد مانزوني كتب كتاب مشهور جدا اسمه بروميسي سبوزي لي فيونسي عملوه مسلسلات رائعه ترعب اي فهمني في لاك دو كومو اللي مشيت له انا سنين وطليت وشفت روح لوتشيا وصديقها يحوسوا غاديك حسيت مار لوتشيا ايطاليا كيفاش وصلت للعالميه بالفيلم النيو رياليست ايطاليان بار اكزومبل ولا بالرومان البالبرتو مورافيا وليوناردو شاشا وايطالو اسفيفو في الكتاب وغيره وصلت بالايطاليتا وبازوليني وفليني وروسليني وفرانشيسكو روزي وفيتورو غاسمان وفيتورو داسيكا وانيا مانياني وهات بكلاوي نقعد نسمي لك ساعات وصلوا بالايطاليتا اما ما قعدوش يفكروا روح الضيقه جاوا في الايطاليتا باغ اكزومبل فيلم نونو سوم تون ايمي تلقى القضيه مطروحه في البرازيل ومطروحه في كندا ومطروحه في استراليا ومطروحه في تونس فهمتني ولا سالا فخوي ميشون كيف كيف مطروحه في يوغوسلافيا مطروحه في اسبانيا ولا غيره فهمتني ولا كادافي تشلنتي كيف كيف دونك هما مش البروفنساليزم نتاعنا المقيت نتاع التقوقع ليسبري دو كلوشي احنا مازلنا في ليسبري دو كلوشي
وهذاك اللي يفسر معناها المواقف نتاعنا هذه والحالات نتاعنا اللي تعب ياسر كيما معناها قضيه الحاله هذه. قالولك تنجم انت انطلاقا من الخصوصيه توصل الى عالميه، توصل الى تجلي وتطرح قضايا كبرى. احنا قعدنا فك القوقع نتاع ليسبري دو كلوشي اللي هو معناها يضر الى حد كبير جدا اكثر من غيره، في حين ان بلدان اخرى وصلت استفادت من مستوى لو سينما لوياليست ايطاليان دقدق السينما الامريكان ورافلا فينيز وكان وحكايه كيما هكا وبرلين وقت اللي هو لي موان نتاعو ما كانوش كيما الاخرين. اكزاكتوم احنا السينما نتاعنا ما زالت واحلى وين؟ في سقيفه الحمام شو اسمه في سقيفه الحمام في الحقبه دي توا 8:26 دقيقه توت سويت الفلاش بورسيي بار تونزي فالور موجزه 8:30 اخر اخبار رياضه في كاب سبور نرجعوا لكم جوست بعد اخبار الرياضه باش نستقبلوا بعضنا منجي الرحوي عضو مجلس نواب الشعب ونحكيوا على الخماضه اللي صايره فيما يتعلق بلجنه الماليه الكود كور تربي تلقاوه اليوم ان شاء الله بعد 9 متاع الصباح. كاب اف ام الكلمه ليك.